على عاتق الزبائن العاديين والمؤسسات العمومية. تضاعفت هذه السنة مقارنة بالسنوات التي خلت بسبب امتناع الكثير من المواطنين عن دفع مستحقات الاستهلاك. المبلغ ديون المترتب على الزبائن العاديين بالنسبة لمدير التوزيع السيد بالعباس تجاوز 36 مليار سنتيم، هو مبلغ مرتفع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. بالنسبة للمؤسسات لكوليكتيفيتي لوكال الاخر مبلغ ديون تجاوز 30 مليار سنتيم اللي راه في طور التسويه. ولاجل تحصيل هذه المبالغ قررت المؤسسه اللجوء الى قطع التزويد بهذه الطاقه الحيويه على المتخلفين عن دفع المستحقات مقابل وضعها للتسهيلات لتخليص ذلك لفائده العاجزين عن دفع جميع التكاليف دفعه واحده. تبقى الوكالات التجاريه تحت تصرف جميع الزبائن في حالة إبرام أمبيمو يشلوني إذا كان الزبون تعذر عليه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من أجل ضمان شتاء دفع، لأن عملية الامتناع عن عملية الدفع راح يترتب عليها عملية قطع التموين الغاز الطبيعي بالدرجة الأولى خاصة في الشتاء. الإشكال قد يتسبب في تأخر إتمام المشاريع الكبرى التي أطلقتها المؤسسة.